طيب رنا في البدايه كده لو الطفل يعني يكون ان هو يسال بعض الاسئله اللي من النوع ده دي حاجه كويسه ولا حاجه مش كويسه؟ هي حاجه كويسه طبعا يعني حاجه طبيعيه طبيعيه ومعناها ان هو بيكبر ودماغه بتتفتح وبيلاحظ الحاجات اللي حواليه فبيسال تمام. وان هو يجي يسالنا احنا دي فرصه عظيمه بالنسبه لنا ما ينفعش نكبسه علشان فرصه ان احنا نتكلم نقوي العلاقه نطمنه ان هو يقدر ياخد ويدي معانا من غير ما يبقى قلقان عظيم جدا. لو بدانا كده من الاول بالاسئله المحرجه اللي كل الاطفال واحنا نفسنا واحنا صغيرين سالناها لاهالينا ليها علاقه شويه انا جيت ازاي هي الدنيا دي ايه ربنا فين ليها علاقه شويه باسئله دينيه اسئله كتيره جدا ممكن الاهالي يقفوا عندها ما يعرفوش يجاوبوا اطفالهم ابدا ازاي معاه؟ هو أول حاجة أول قاعدة لازم نعملها لما نتسأل أي سؤال يخضنا أو نحس إن إحنا مش عندنا إجابة ليه إن إحنا رد فعلنا يبقى هادي لا نزعقلهم ولا نقول لهم أنت إزاي تتكلم في حاجة زي كده أنت إزاي أصلا تسأل سؤال زي ده حرام عيب الحاجات دي شكرا وانس إن إحنا قلناها هم اتقفلوا مش هيرجعوا لنا إحنا تاني خلاص كده طبعا هيخافوا هيروحوا يدوروا ده غير إن هم أصلا أطفال الأيام دي مش محتاجين لنا قوي يعني هو لو ما لقاش المعلومة الصح عندي يروح يدور عليها هي كلمه اطفال اصلا مش يعني مش راكبه دلوقتي يعني مش نافعه مش شغاله دلوقتي ايوه احنا غلابه جنبهم مش لايقه على الموضوع ايوه احنا اللي احباب الله ايوه بالظبط طيب ناخد القصه يعني جزئيه اوكي الاب والام هنا المفروض اول حاجه يعملوها ايه لو الابن او بنتهم يعني جه قال لهم حاجه متعلقه بالامور الدينيه مثلا اوكي اللي هو عايز يعرف ربنا بشكل اكبر شكله ايه الاسئله اللي هي طبيعيه جدا اللي هي بعض الناس ما عندهاش الاجابات اللي هي النموذجيه يعني اوكي نعمل فيها ايه هو اول حاجه ان احنا نشكرهم لو ايه ده السؤال ده حلو قوي انا مبسوط ان السؤال ده جه في بالك فهو الطفل كده بقى يحس بنفسه ويتبسط ويحصل له ثقه في نفسه ان هو لقى رد الفعل ده مننا فما يخافش هي دي النقطه الاساسيه انتوا عارفين الاجابه النموذجيه مش هي باهميه ردود افعالنا على الاجابات والطريقه اللي احنا بنجاوب وبنفتح حوار معاهم عشان لما يبقوا يوصلوا للمراهقه بعد كده يبقوا خلاص اي معلومه بتجيلهم من بره هم مطمنين ان احنا في سبورت في البيت ما بنزعقش ما بنخافش ما بنتكسفش من اهالينا فلما يسال سؤال زي ده برافو انا مبسوطه قوي ان انت سالت سؤال زي ده عندك الاجابه اوكي تجاوب باجابه بسيطه مناسبه لسنه ما عندناش الاجابه نقول لهم بمنتهى الصراحه بص انا مش عارفه لسه ان انا اجاوب ازاي بطريقه صح على الموضوع ده ممكن تديني فرصه مثلا اخلص اللي في ايدي او ساعه مثلا ونقعد بالليل انا وانت وبابا مثلا نتكلم فانا كده احترمت دماغه واتكلمت معاه بصراحه وفي نفس الوقت ما قطمتهوش وما عملتلوش تشتيت لان انا بلاقي اهالي كتير قوي بتقول لي انا ابني سالني كذا فانا ايه لغوشت كده وتوهته والحمد لله نسي بس هي المفاجاه ان هو مش بينسى بالظبط هو ما دام سال يبقى مهم يعرف بغض النظر عن راينا بقى احنا في السؤال هل ده مناسب لسنه لا ده لسه صغير لا ما ينفعش يسأل الأسئلة دي خلاص سأل يعرف دي قاعدة أساسية يعرف ازاي دي في ايدينا احنا في ملعبنا احنا يمكن الموروثات اللي الناس تورثتها من يعني ابائنا واجدادنا هي فكره انه الاسئله الدينيه لما تيجي تتسال حرام ما ينفعش تسال الجنه فين النار فين ربنا فين احنا اتخلقنا ازاي كل الاسئله دي محظوره ممنوع ان هي تتسال